مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرارها تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. قدمت استقالتي، ما كان ممكن استمر خاصة عقب اللي سمعته البارحة.
نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل ما أسأل عن شيء يقولوا لي ما شغلك. طيب يا أبوي في خطأ في الحسابات، يقول لي ما عليك، هالأمور ما تخصك. تعبت تعبت يا ليلى تعبت، واللي سمعته البارحة كان النهاية. طلال لا تأخذ الأمور بحساسية، هذا أبوك. لأن أبوي عشان كذي بودر الشركة، ما بعلاقتي تتأثر مع أبوي بسبب الشغل. بس أبو لا تحاولي تقنعيني هالمرة أرد هالشركة، خلاص أنا بعد أسبوع بداوم في شركة ثانية. أبوه موصلنا هالشركة، هو استقال منها؟ علامة. فهمني كيف بتكون حياتنا؟ انت اللي تختار، يا تخليها عادية مثل ما كانت، يا تقلبها فوق حجر. على فكرة حتى هذه فرصة استثنائية، أبا ولدي يكون هو الرجل الثاني على الكرة الأرضية يختار من بعدي. أنت طبيعي؟ كامل قواي العقلية، وماخذ كل شيء بالحسبان، وخذها مني حكمة، إذا نجحت في تحدي البداية تنجح للنهاية وفي كل التحديات، لأن البداية هي الأصل، وباقي الأيام مجرد ترتيبات عادية. هذا الملف فيه كل شيء، ادرس اللي فيه وطوع قوانينك عشان انت متخيل النهاية؟ انا تعبت عليك وشكلتك علشان تقبر النهاية، تكتسحها، تقلعها من قدورها، لأني أنا خلاص تعبت من تخديرها، لازم كل ما عزت راسها تنهيها وبالقانون. مستحيل تكون إنسان طبيعي، مستحيل. Thank you.
خلود اختار لها القدر أن تبتسم في الوجوه باحثة عمن تؤوب إليه بضحكاتها. تقف على قمة جبل من الفرح بانتظار المطر لتشهد جريانه في تلابيب الأرض وتفاصيل الحياة، لتشارك الورد التمرغ في نسمات ألوان قوسه البهيج، ولتغرب مع الفراشات والسنوات في الأفق الممتد، لترى في حال وصوله إليها أبوين ينتشلانها من وتمها المزاجي، يتلفعونها أمل وتتلفعهم سموم. غريبة، مر اليومين لا يتصل ولا يرد. ما مصدقيني ها؟ حتى لو شايل في قلبي عليك، منتهاي أعرف أن يدك وأبو شريف هم السبب، وبعد اللي قلته تأكدت أن ذياب وراهم. كنا يا هال، وكان هذا سرنا ولعبتنا في نفس الوقت. إن ولدت عقب ما سافروا أمي وأبوي من عمان بسنتين، انقطعوا عن أهلنا 14 سنة بسبب بعد الدروب والمشاكل اللي كانت ما بين أمي وأبوي وأهلهم. ماتوا أمي وأبوي الله يرحمهم قبل رجعتنا أنا وذياب بشهرين. ذياب أكبر عني بأربع خمس سنوات، أنا كان عمري 12 سنة وذياب كان 16-17 سنة، يعني ما كان ياهل. المهم كل هالظروف هذه شجعتنا إننا نستمر باللعب. عقب ما كبرت حسيت اني ارتكبت جريمة بحق نفسي وحق اللي قاهرني ان يدي معتمد عليه بكل شيء. ذياب قام يبين له انه يقدر يسوي كل شيء. ذياب يسد ويصد ويفهم كل شيء وفي ديه كل شيء. وش اقول حيدي؟ اقول له اني كذبت عليك كل هالسنين؟ بيصدق من؟ بيصدقني انا ولا بيصدق ذياب؟ ذياب هددني انه بيتهمني نفس الاتهام
ويقدر، ويدي سمعه ويقدره، ذياب صايم مصلي قايم ما يودر فرض. أنا بفضح لك ذياب، هذا أكبر فضيحة. الشيمة الشيمة، ترى السر نزاد عن اثنين أشاع، ولا تنسوني شريكة بالجريمة. الشيمة سكتوا. تراك حيرتنا معك، مرة تقول ساعدوني ومرة تقول شيمة سكتوا. أبوي يرسلك عبر، خلك على كلمة واحدة. والله العظيم هالريال مدور لي براسي، ما إلا أنت، حتى نحن كل ما قلت مخي اصطم ردي دور مرة ثانية. يا أخوي غيرها غيرها هذه السالفة وخلنا نتقهوى غاوي. أنا اللي بكشفه، إذا ما اليوم باكر واللي يستوي يستوي. هذه غلطتي ولازم أصلحها. استوى عندي زوجة وأولاد وهو لا في كل شيء، وأنا معه شر والطرطور. زين، ويش درانا إن اللي تقوله صحيح؟ ويش تقصد؟ قصدي حويش ما يكون ذياب هو المظلوم، وش درانا إنك مثل ما تقول؟ تو حسيت بس إني مسوي الجريمة، ما حد بيصدق لو قلت، ما حد بيصدق. أوه، جبت لكم العشاء، شاقدين عني ها؟ زين يوم لقيتكم زين. بتيو تعشوا ولا تعشى روحي؟ الحمد لله إني ما أكلت من عشاك يا ذياب. طاح فيها المسكين رجب، ما حد يعرف إذا أنت السبب في جنونه بعشاك ولا لا. أبو سعد مات من طيحته في سطح البيت، أبو شريفة اتهم طليقها قاسم، لكن كلنا شهود كلنا شهود إنه كان بعيد يومه. حتى أنت يا قاسم قالوا إنك متغرقان عقب ما سيح البحر ثيابك في الحارة. لقيت أنا في وجهك يا ذياب السر في قلبي، بس ما قال أبو حبه. نسيتي وجباتش كأم وزوجة. أستأذن يومياً من السكن وي. استقيلي، أنت ما محتاجة حوظيفة. طبعاً ما أنسى فضلك علي، وأنت اللي لقيت لي هالوظيفة، وأنت تعرف معاناتي. حاجتي الوظيفة ما حاجة مادية. المسؤول في الكلية صديقي وأكد لي أن الدوام محدود بساعات العمل القانونية. هذا مطلوبي اليومي ووعدوني بتطبيقه. طالعة روحي من بعدش عنه وعن الأولاد. يعني أنا اللي ما طالع روحي، بس وعدوني بيتحسن الوضع. اصبر. قادرة ترسمي هناك؟ العمل متعب، بس الحياة هناك بيئة ملهمة ومليئة بالأحداث. نحن جاهزين. Thank you.
طمني يا دكتور. انتظري فيق من الغيبوبة، وما أخبي عليكم الضربة جايتنا في الرأس، فاحتمال تأثر على حالته في المستقبل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تسمحتوا بغينا نفارقكم عن الحالة. هذا أبوه وهو شاف كل شيء. تفضل معي لو سمحت. خالي امشي معه، انت تعرف ابويا ما يبي يبطاري مرعي، ما يبي يدخل سالفة طويلة مع الشرطة، يبي يقفل السالفة بأي طريقة. انت قلت انك ما شفت اللي دعم ولدك. لا. والسيارة ما تذكر رقمها؟ ما اتذكر لونها، نوعها. هل لديك اقوال اخرى؟ تفضل اقرا الاقوال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا بسير الدوام. الله يوفقك يا ولدي. سيف. سلام. كنت بقول لها يبتسم يوم يشوفنا. خليه على راحته يا سما، ما صدقنا على الله، بدأ ياخذ ويعطي معنا عقب مصيبته في حرمته وولده. سنتين وهو ناسي اللي حوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ريحة الحلوة تهبهب من بعيد. يا الله، ما ملحقين على الطلبيات وكلها حعروسات ما شاء الله تعالى. هي دار الطيب والفرح والحلوة متسيدة. عندنا حجوزات حأربع أشهر قدام، كلها عروسات وملكات واحتفالات وعزايم. ما شاء الله، الله يوفقكم يا ولدي. الله يخليش الوالد، الله يخليش. أقول المدام فوق؟ معلوم وموسطنها. أها وتنزلي إلا كان محتاجة شيء. قاصر عن تكتبي على حجرتي غرفة العناية الفائقة. لا عاد، هذا اختصاصي أنا. وش أسوي؟ أحاتي حفيدي. فرق بين فراش ومطراش. أنا بكل فخر
المطراش الخاص بالعم ذياب. فرصة أتدرب وأخذ فرصة أكثر. هي نشوى صفية البلية. تعال شوف يمعة كيف على هالكرسي شخصية. من بوصل لهدفي بتكوني برا. متى بوصل؟ متى؟ يا الحقير! عمي انا طار عمرك. سامحني عمي سامحني. انا جالس مكاني يا النبي. سامحني عمي. دورني دورني جالس مكانك مره ثانيه. تخافوا علي انا سافرت وبتصلكم يوم اوصل. كيف هذا يونس واتفايل داق علينا الباب. ابو
ابوه يورق الناس حق السحور وهو جاي السهر عندنا. اكيد طلع من بيتهم وما حد تلاه. ايه هذه ابوه تسمعيه؟ لا سمعه. ايه وامه ترى الله يرحمها وحرمة ابوه لا هي عنه من الشاد عن البر. وفايل الله يهديه مستبخل عليه وما معتبر انه من اللوادم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يلا يا بنتي انا بسير المسجد بقرا لك المنسوره واصلي الفير مره واحده. يا الله يا الله. ابويا انت ليش ما خبرت عن مرعي؟ خالك مبارك يحمي. خالي ما يحمي، خالي مبارك ما يحب الظلم للظالمين. بس أنا ما أحب سوالف الشرطة. أنت ولا تخاف من الشرطة. هلا عمي، هلا عمي، تفضل تفضل. ابوس لك يدك، ابوس لك راسك عمي، مرغتني من الشركة وانا بطال، ما في مخباي ولا ريال. بعطيك بس اخدمك بعيون عمي، اخدمك بعيوني، انت بس اشر لي. ايش ذنب هالريال الطيب ينهي نهان وسبه ولد عمي فايل؟ انا بكلمه وان شاء الله ما بيسوي اللي سواه مره ثانيه. انا ما با منه شيء، يبيع الاراضي اللي بيني وبينه ولا يعطيني واحده منهن اللي هني ولا اللي في باطنه، وبعدين كل حد ياكل من بيته. انا ظن فايل ان ابوي توفى وبس قتله، لا بطبق له شر العظم في الحلق. لا شوفني اصغر عنه. مرعي هذه الأراضي اللي تتاخذ وراها ومعذي الريال عليها لها صاحب قبلك انتو ولا الفايل. هذه لولد عمكم، حرصوا لن يرد. انحرسه هو إذا ما يا بتحرسوني أنا لن أموت وبعدين بتقاسموها. تعدد اجزم حدودك، أنا ما لي خص في أراضيكم هذه. أنت شيخ واقف معه؟ أنا واقف معه لأن كلامه حق، كلامه من عقل. هذه الأراضي أمانة، أراضي عمكم الله يرحمه، وعمكم عنده ولد متغرب أكثر من 30 سنة، خلوه لين يرجع هذا الولد ويأخذ أراضيه. هذا معناته أنا ما بنتفاهم. ولد عمنا ما بين ولا ظني إنه ببين، والغميضة إنها الأراضي مكتوبها باسم عمي أبو فايل، عشان كي حين فايل متفاهم ومطمن، لأنه إذا ما يحمود هو بياخذها. Thank you.
ليس فقط الأطفال من غنم مكاسب الليل، فها أنت تنظرني كعادتك بتهانيئك الأنيقة، وإن كانت اتصالاتك مقتضبة وشحيحة. هلا سعد، مبروك. ها وش عندش؟ سير عيب باقي الفراخ لأن توبيل يا حال غيرهم. أنا بعرف أنت كم عندش فلوس وحواش ما تعطيني إياهم. والله كل ما أختي وولادها عطوني شيء ترى استلك مخباك منه. يعني معناته هالمرة بنحصل شيء؟ لا ما عندي شيء، كل اللي عندي اشتريت بة فراخ وحلوة حلق راقي. شو ما شاء الله عليك اليوم ما يحتاج خير وفير وفير. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم السلام، حي وسهلا. خير وفير الحمد لله، هني خير وفي الهوري خير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يزيدك. هذي فايل فايل. السلام عليكم. عليكم السلام. أشوف ما حيرد علي السلام. هاي عادي، كأنك ما مسوي شيء، ما كأنك دحيت عيوننا تراب. لا والله سامحوني، والله ما شفتكم. شفت الصيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت كي حالتك ما بتغير البر. وي سامحني شيخ، سامحني، وذا حبيت لك راسك. ما شاء الله صايد صيد وفير ما شاء الله. ما عليه، هذا إن شاء الله ببيع لك إياه وبيجيب لك خير كبير ان شاء الله. انا بترخص عنكم، ابى الحق على السوق. يا حي الله يحييك. اوي هذا شل الصيد وروح، ما تيادل معك بالسعر البر، وانت حضرتك برا كل واحد معك مشي كلام يعني. يلا المهم يجيب لي كمين بيسه حق اليهال. الحمد لله، وفايل ريال وانت نابة. طيب اظني ما بيستوي لك شي يوم بتعنى بنفسك للسوق وبتبيع صيدك بروحك وتعرف البيع والشراء. يا قاسم تراه الصيد في خير كثير، صيد بحر اكثر عن اللي يبلك يا هذي الاسم فايل. انت طول عمرك مضيع حقك. مبروك عليك شهر الفضيل يا عمي. مبروك عليك المولود الجديد يا ولدي. الله يبارك فيك ويخليك حالنا يا عمي. استريح يا ولد استريح. عاد عمك ثياب ما يتغير من هالدنيا الا لمتكم حولي. حي الويل يا جماعه، ما اشوف حد، لا يكون عازم مني روحي. حتى لو عازم منك روحك فجاه تلقاهم قدامك. وراكم وراكم، خاصة في العزومات. مبروك على المولود. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. أخيرا انضميت حنادي الآباء. على البركة. استريح. هذا كيف الشغل؟ الحمد لله.
ما ظني يا ولدي يا سعد حصل شركة أحسن من الشركة اللي أنت فيها. حوافز وامتيازات بصراحة قمة في السخاء. هذا غير الدورات اللي تمنحكم إياها الشركة. هذا كله كوم ورواتبكم كوم. فهذه مثل ما قلت وأكثر بعد يا عمي. لكنك تحيد، أنا عندي محل حلوة والشغل كله طايح على ظهر هالمسكين شريكي الله يعينه. وبيني وبينكم أنا ما أقدر أستغني عن محل الحلوة، عشان كذي أنا أفكر بحياتين. يا أني أستقيل وأجلس بمحل الحلوة وأكبره لين يستوي مصنع كبير وبإدارتي، يا أني أستقيل وأشوف لي شغل في شركة قريبة وما شرط شركة نفط. شركات ما شاء الله وايدة. صحيح، القطاع الخاص صار مغري، حرقان الأعمال والشباب الطموحين. ولد عمك يشتغل على مشروع مهم، وهالمشروع يشتغل عليه من يوم ما كان يشتغل عندي، بيندم لأنه استقال. سوي اللي تبغاه يا ولدي والله يوفقك، بس إن شاء الله نحصل التمويل المناسب لأنه مشروع العمر. ما راح تقولي عن المشروع؟ شوف، المشروع عبارة عن مجمع سكني كامل.